السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع ملخص الاخبار اليوم: حلف الناتو يعين قائدا عسكريا جديدا يتحدث الروسيه، اقتراح اوروبي بحظر النفط الروسي تدريجيا واستبعاد سبيرنيك من نظام سويفت، توتر حاد بين روسيا واسرائيل بسبب اوكرانيا، منظمه الصحه العالميه تلقت بلاغات بنحو 230 اصابه بالتهاب غامض في الكبد يصيب الاطفال معظمها في أوروبا، قوات روسية تتحرك نحو مدينة أفديفيكا معقل الجيش الأوكراني في دونيتسك، شركات صينية مستقلة تبدأ بشراء النفط الروسي بخصومات قوية، الاتحاد الأوروبي يقترح استثناء المجر وسلوفاكيا من قرار حظر النفط الروسي، عدد العابرين للحدود الروسية من إقليم دونباس تجاوز 1.1 مليون شخص، البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا يقول أن روسيا لم تهاجم أحدا قط وإنما دافعت عن حدودها، بوتين ولوكاشينكو يناقشان التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي، وكالة النقل الجوي الروسية يجب حل مسألة تأجير الطائرات لشركات الطيران الروسية في إطار العقود المبرمة، روسيا تدمير 19 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال 14 ساعة الماضية، روسيا تطلب انعقاد مجلس الأمن في أعقاب فسخ مالي اتفاقياتها مع الدفاع اتفاقياتها الدفاعية مع فرنسا، حاكم دونيتسك الأوكراني يؤكد انطلاق حافلات لإجلاء المحاصرين في ماريوبول، بيلاروسيا تعلن بدء مناورات عسكرية تزامنا مع مناورات الناتو، قديروف يجب تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، أوكرانيا زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشار العلاقات العامة لنتنياهو، البرلمان الأوكراني يحظر أنشطة الأحزاب الموالية لروسيا في البلاد، أوكرانيا السكان الباقون في ماريوبول يبحثون عن الماء والغذاء بعد سيطرة روسيا على المدينة، مولودوفيا وزارة الداخلية في بريد نستروفي تؤكد منع محاولة هجوم إرهابي في قرية ماياك، بولندا استقبلنا حتى الآن 3,138,000 لاجئ فارين من أوكرانيا. أخبار العالم: بايدن الجيش الأمريكي سيبقى الأقوى عالميا وسنظل في طليعة الدول المصنعة للأسلحة، بايدن يحذر من إلغاء حق النساء في الإجهاض، بايدن للمرة الأولى منذ عقود تتلاقى الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة، رئيس الأركان الأمريكي احتمالات نشوب صراع بين القوى العظمى آخذة في الازدياد، واشنطن لا نستطيع السيطرة على مصير الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا، الصين تنشئ أعلى محطة لمراقبة الأرصاد الجوية في العالم، الأمم المتحدة تؤكد استعدادها تكرار عملية إجلاء المدنيين من أزوفستال، المفوضية الأوروبية حزمت عقوبات أوروبية سادسة ضد روسيا، والسفير الأوكراني لن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي، بريطانيا تتبرع ب 13 عربة مدرعة لأوكرانيا للمساعدة في عمليات الإجلاء، وزارة الدفاع البريطانية روسيا نشرت 28 وحدة قتالية قرب مدينة أيزيوم، أيرلندا رئيس الوزراء الأيرلندي يدين تقريرا تلفزيونيا روسيا باعتباره شريرا، فرنسا حزب فرنسا الأبية بقيادة ميلينشون يتحالف مع الخضر لخوض الانتخابات التشريعية الفرنسية، ألمانيا شولتس ألمانيا تستعد لخفض إمدادات الطاقة الروسية بحلول الخريف، إيطاليا رئيس وزراء إيطاليا ندعم انضمام دول البلقان وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، النمسا اتحاد الصناعات النمساوي يحذر من عواقب الحظر على استيراد النفط الخام الروسي، البابا فرانسيس يقول أنه سعى للقاء الرئيس الروسي في موسكو في مسعى لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا
دون أن يتلقى أي رد حتى الآن. رئيس كرواتيا يهدد باستخدام حق النقد ضد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. احتجاجات في بلغاريا رفضا لتوريد الأسلحة لأوكرانيا. وزيرة الطاقة الصربية تحث على التوفير وتنويع مصادر الغاز. أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا. محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة. التشيك: الحظر الأوروبي المقترح على النفط الروسي سيمثل مشكلة. وفاة أول رئيس لبيلاروسيا عن 87 عاما بسبب مضاعفات كورونا. أردوغان يهنئ إسرائيل بعيد استقلالها ويتمنى لشعبها الرفاهية والازدهار. أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا. اليابان: الخارجية الروسية تعلن حظر دخول 63 شخصية يابانية من بينها رئيس الوزراء. رئيس وزراء اليابان: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يهدد سلامة المجتمع الدولي. رئيس كوريا الجنوبية يأمل أن تتعلم حكومة يون من عيوب سلفها. أثيوبيا: الحكومة الأثيوبية تعتقل العشرات أثناء صلاة عيد الفطر وتكشف عن مؤامرة مع قوى خارجية. أبي أحمد: أحبطنا هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى. الشرق الأوسط: إيران تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو مبادرة سياسية. الرئيس الإيراني: مواقف الكويت واعية تجاه المؤامرات الإقليمية. الإمارات تحتضن حفلة تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي في سابقة تاريخية. اليمن: نقابة الصحفيين في اليمن تطالب بالإفراج عن 9 صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي والقاعدة. جماعة الحوثي تنفي صلتها ب 163 محتجزا. أعلن التحالف العربي إطلاق سراحهم. العراق: نزوح أكثر من 4000 شخص من سنجار إلى حدود كردستان بسبب معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين أيزيديين. إسرائيل تمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى وتعلن فترة إغلاق شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. سوريا: تركيا تجري استعدادات لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا. المرصد السوري: إطلاق سراء عشرات المعتقلين في السجون بعد صدور عفو رئاسي. حزب الله في لبنان: سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان. السودان: ديلكو يقول صراعات قبائل دارفور مصطنعة ومخطط لها من قبل جهات معلومة لدينا. ليبيا: رئيس الحكومة الليبية: سنوفر البيئة الآمنة للعمل الصحفي. تونس: قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة لإدارة حوار وطني تستثنى منه الأحزاب المعارضة. الجزائر: فسخ مالي للمعاهدات العسكرية من فرنسا مع فرنسا ستتبعه تداعيات خطيرة. المغرب: تأجيل مهرجان أغادير السينمائي بسبب كورونا. الصحراء الغربية: الجيش الصحراوي يستهدف خنادق القوات المغربية في مناطق قطاع المحبس. أخبار مصر: عفو رئاسي عن 986 نزيلا بمناسبة احتفالات عيد الفطر. وزير الأوقاف: رفع الأعلام الإسرائيلية بالأقصى اعتداء صارخ على حرمة المسجد. تنفيذ 50% من أعمال تطوير ترعة المريوطية. إنشاء ممشى حضاري من شارع الهرم لفيصل بطول 3 كيلومتر. وإنشاء موقف سيرفيس أعلى الترعة
وتخصيص أماكن للمطاعم والكافيهات. سيناء، زيادة عدد المدارس وتدريب 22,000 معلم ضمن جهود الارتقاء بالتعليم في سيناء. مطار القاهرة نقل أمس 52,000 راكب على متن 410 رحلات إلى وجهات مختلفة. الأهلي يعلن عودة السلية وعبد القادر وديانج لتدريبات الفريق الجماعية. دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز على فياريال الأسباني بثلاثة أهداف لهدفين، ويصعد للنهائي لمقابلة الفائز من مباراة اليوم ريال مدريد ومانشستر سيتي. ريال مدريد ومانشستر سيتي الساعة 9 مساء. أخبار الطقس، سالس أيام العيد، انخفاض بالحرارة ونشاط رياح، والعظمى بالقاهرة 29 درجة. كل عام وأنتم بخير. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك، وسيب لنا كومنت في التعليقات. سلام عليكم.